وديفيد ميدن محلل الأسواق في إكويتي جروب ينضم إلينا. ديفيد أهلا بك معنا. يعني حسين كان يتحدث عن أنه الفروقات في السياسات النقدية عالميا بدأت تتقلص، وخصوصا بأن المستثمر اليوم يسعر احتمالات تصل ل 50% أن يكون لدينا رفع من البنك المركزي الأوروبي ب 50 نقطة أساس وليس فقط 25 نقطة أساس. ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لليورو دولار، هذا الزوج الذي كنا قد شهدنا عليه الباريتي الأسبوع الماضي؟ هل تعتقد بأنه وصل للقاع إذا ما بالفعل قام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بالخمسين نقطة أساس؟ أعتقد أن أدنى مستوى شاهدناه في اليورو دولار كما ذكرت ووصلنا إلى التعادل، نقطة التعادل هي أدنى مستوى، وهذا الأسبوع علينا نراقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي. على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أوضح خلال الأسابيع الماضية أنه يميل إلى رفع معدلات الفائدة ب 25 نقطة أساس، ولكن على الأرجح صباح اليوم كان هناك إشارات بأن البنك يأخذ في الاعتبار أن يرفع معدلات الفائدة بأكثر من ذلك، وقد لا يكون هذا في الاجتماع الحالي، ولكن في اجتماع سبتمبر. إذا من المحتمل أن 25 نقطة أساس هذا الأسبوع هي التي سوف تسيطر على الأسواق، و 50 نقطة أساس في سبتمبر. وأعتقد أننا شاهدنا التراجع في اليورو دولار، قد يكون هناك بعد تراجعات على الدولار الأمريكي، هذا أمر، وأيضا فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة هذا أمر آخر. وقد لم نشهد هذه الحدة في اليورو دولار لفترة طويلة، وذلك بسبب معدلات الفائدة المرتفعة عدة مرات من البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي. إذا سأتفاجأ أنه خلال الأشهر القادمة إذا ما شاهدنا أن البنك المركزي الأوروبي سوف يرفع معدلات الفائدة بسرعة بشكل كبير ومثل البنوك الأخرى، أو كما شاهدنا مع بنك كندا أو الفيدرالي الأمريكي، وذلك لملاحقة البنوك المركزية الأخرى. ولذلك أعتقد أننا شاهدنا تراجع في اليورو دولار في الوقت الحالي. إلى أي درجة تتوقع أن تحركات اليورو أيضا ستكون مرتبطة بتدفقات الغاز الروسية إلى القارة الأوروبية؟ أعتقد أن هذا سيستمر خلال هذا العام على الأرجح. منطقة اليورو والأسواق الأسهم هناك لا سيما ألمانيا على اعتبار الواردات التي تأتي ب 25% من روسيا فهي طبعا قد تراجعت، ومن المتوقع أن سوق الأسهم ستكون متراجعة. وإذا كان هناك أي نقص في الطاقة في وسط أوروبا خلال الشهر القادم أيضا وقطعا هذا سوف يؤثر على اليورو، ولكن كما قلت منطقة اليورو نفسها من المتوقع أن تبدأ في مرحلة رفع معدلات الفائدة، والمستثمرون والمتداولون حول العالم عليهم أن ألا يبحثوا عن تراجع اليورو أو بيع اليورو كهدف، ولكن أن يلتفتوا إلى البنوك المركزية والعملات الأخرى، وأيضا أن يروا معدلة الفائدة المرتفعة، أو ربما مثل بنك الاحتياطي النيوزيلندي والذي يعتبر من الاقتصادات الجيدة حول العالم. وبنك الاحتياطي النيوزيلندي هو الذي بدأ في رفع معدلات الفائدة، إذا سأتفاجأ إذا كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي سوف يصل إلى ذروة معدلات الفائدة، ولن أتفاجأ بأنه سيكون هناك هدوء للدولار النيوزيلندي، بل سنرى ارتدادا لليورو. دعنا نتحدث أيضا عن الدولار الكندي ديفيد، ما بين التراجعات التي شهدناها على أسعار النفط من جهة والنبرة التشددية التي شهدناها من البنك المركزي الكندي عندما فاجأ السوق برفع للفائدة بنقطة مئوية واحدة، ولا يزال لدينا توقعات للمزيد من التجديد في السياسة النقدية، أي من هذين العاملين ما بين أسعار النفط المتراجعة وتجديد السياسة النقدية من البنك المركزي الكندي تراه سيكون المؤثر الأكبر على الدولار الكندي؟
لقد شهدنا ضعف في الدولار الكندي اليوم، ولكن الأمر يتعلق بالانسحاب في أو تراجع النفط. كان النفط على دنجات خلال الجلسات الأخيرة، وارتفعنا ارتفاع لأسعار النفط أمس بعد أن قام جو بايدن بعد أن فشل في أن يقنع المملكة العربية السعودية في رفع المعروض النفطي وضخ مزيد النفط في أسواق النفط، وهذا ما أثر على النفط ورفع أسعار النفط منذ أمس، وأثر أيضا على الدولار الكندي. وعلى الرغم من أن الدولار الكندي متراجع اليوم، ولكن لا أتوقع أننا سوف نرى عمليات بيع كبيرة على الدولار الكندي في أي وقت، وعلى اعتبار أن بنك كندا في الأسبوع الماضي فاجأنا برفع معدلات الفائدة بنقطة أساس 100 نقطة أساس، فإن هناك توقعات بأن هذه التوقعات جعلت المتداولين متفاجئين، وبالتالي بنك كندا عليه أن يقوم بكبح جماح التضخم في بلاده. وعلى الرغم من أنه توقع أنه سيكون متشددا إلى درجة ما، هناك عدم يقين، وأعتقد المتداولين لن يقوموا ببيع الدولار الكندي، ولذلك فلا أعتقد أننا سنرى أي عمليات بيع كبيرة على الدولار الكندي في أي وقت قريب. ديفيد مادن، محلل أسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. Thank you.